شايفين عمود المسجد اللي في مصر القديمة قدامكم دوت؟ لو بصينا على قاعدته هنلاحظ ان فيه 3 او 4 حفر على جوه. تصدقوني لو قلتلكم ان الحفر ديت سببتها ألسنة الناس من كتر لحسهم في العمود؟ اهلا بيكم في واحدة من عجائب القاهرة، تعالوا احكيلكم القصة. احنا دلوقتي عند مدرسة الامير أولجاي اليوسفي والموجودة بالتحديد في شارع سوق السلاح في منطقة الضرب الاحمر. القصة بدأت يا سيدي بقدوم بعض المغاربة لمصر في عهد الوالي محمد علي باشا، ونشروا إشاعة ان اي حد عنده ارق، اكتئاب او بعض الامراض يقدر يجيب عصير ليموناتة حلو كده، ميه بليمون، يقوم رميه على العمود ويفضل يلحس في العمود لحد ما لسانه يجيب دم ويكرر الموضوع 3 مرات. عجبني جدا اخلاصهم في الخرافه بصراحه، حاطين جرعات للموضوع كمان، بتوع الفارما تلاقيهم مبسوطين جدا دلوقتي. المهم الناس كلت العمود اكل زي ما انتم شايفين، 3 أو 4 حفر عمقهم 5 أو 6 سم على جوه، مش فاهم كان لسانهم مكون من ايه ساعتها. لا تقول لي بقى 7 سنين ولا طب ولا سكاشن ولا اندراوندات. هات يا باشا كوبايه المخيط بتاعتك ادلوها على العمود واشتغل.